طلبة وطالبات الأعزاء، لكم حلقة جديدة من حلقة تعلم اللغة الألمانية المنتدين معكم سحر بدر. إن شاء الله النهاردة هنكمل كتاب شبيكتروم أتس فاي صفحة 209، بقول ليزن زي دي باي شبيل زيتس أون دي هنفايز. اقرأ أمثلة الجمل ديت والتنبيهات دي بارتيكل، إحنا قلنا عندها الصفحة اللي فاتت، هي بتعبر زي دين ودخل، بتعبر عن الغضب والاهتمام والأمر والطلب بطريقة مهذبة. جيوغن تسوى جشبروك مش براخر، بتنتمي إلى اللغة المتحدة، اللغة الشبهية بنتكلم بيها. بين ما نريد بارتيكل في فيندت، لما الواحد بيستخدم نريد بارتيكل بيكون تلي ساتس أن بشتمبن أو متسونال أو ستوب. الجملة عندي بتعبر عن اللي هو تعبير انفعالي كده معين، أو بتعبر عن تعبير معين. لما أقول مثلا باسيس دين لوز، إيه اللي بيحصل؟ دين هنا بتعبر عن إيه؟ دين في فيندت مان ان انا في غاجي، بيستخدمها الواحد في سؤال از ات سايت يوباغاشونج اورا انترس، بتعبر عن الدهشه او الاهتمام. Das habe ich doch schon gemacht، انا عملت ده. في الجمله اللي بتعبر عن الغضب مثلا هنا، انا عملت الموضوع ده، فده بيتكرر له. Doch في فيندت مان اوفت ان او زاجي اورا او فورا غونج زيتسن، doch الواحد بيستخدمها في الجمل الخبريه او الجمل اللي بتعبر عن الامر. منتن ارجع اوز دروكن، مستخدمه لتعبر عن الامر، تعبر عن الغضب، او زاي زات الجمل الخبريه اورا اين او فورغونج، او الطلب فوندليشر فورميرن، بنصيغها بطريقه مهذبه، يعني الطلب بطريقه مهذبه زي ما اقول هنا ماخ دوخ مال، اعمل ده. نستخدم الجمل دي ونحط معاها دوخ او دن على حسب بقى. فورميرن زي زيتس يعني صيغ الجمل، ايموشنالن ايموشنال بطريقه يعني ايموشنال كده. بنوتسن زي يعني استخدم دي ريد بارتيكل، ريد بارتيكل دين اند دوخ، دين ودوخ. فو بيز دو، انت فين؟ اقول له فو بيز دو، دين انت فين بقى؟ بس ماخس دو دين هي، بس ماخس دو هي انت بتعمل هنا، هحط دين هنا. بس ماخس دو دين هي استخدمها، بس ماخس دو دين هي، استخدم دين هنا. طيب فاغوم بكومس دو، فاغوم كومس دو من دين بوس، ليه انت جيت بالاتوبيس؟ فاغوم كومس دو هنستخدم هنا دين. Warum kommst du denn mit dem Bus? انت ليه جيت بالاتوبيس؟ Mein Auto ist kaputt. العربية بتاعتي مش شغالة. Das weißt du doch. انت عارف الأمر ده، دي الأمر ديت يعني إيه؟ جملة خبرية بتعبر عن الاستنكار، أن الشخص ده عارف وإيه بيستعبط مثلا. Mach mal Pause. اعمل باوز يعني استراحة. أقول هنا mach doch mal Pause. هنا بتعبر، هنا بتطلب من الشخص او فور غون فورمليشا بايزر، بتطلب من حد حاجه بطريقه مهذبه، يعني بصراحه بقى فيل كوستد اين يارس كات، كم تتكلف اللي هي الاشتراك السنوي. فيل كوستد، فيل كوستد اين يارس كات. Das ist nicht möglich. Der مش ممكن. Das ist nicht, das ist doch nicht möglich. حاجه مش ممكنه، بتعبر عن الغضب. When begins the yoga course؟ متى سيبدأ كورس اليوغا؟ When begins then the yoga course؟ انت هنا بتستفهم بقى عن الموضوع ده، بتسأل عنه لأنه مثلا اتأخر. كوم مال ميت، تعالى معانا، أو تعالي معانا. كوم دوخ مال ميت، هنا بتعبر عن اللي هو الشخص بيطلب من حد حاجة بطريقة فرويندليش. بص كده على الحلول دي تاني كده. ديالوج حوار، اتلاس جمعينزم اونترنيمن، حاجة الناس بتدردش مع بعض أو بتعمل حاجة مع بعض بغرض تقضية الوقت أو التسلية. زي مشتن أمزام استاج ميت إيرر باتنا أورا إيرن باتنا تنس شبيل، أنت عاوز يوم السبت مع شريكك أو شريكتك إنك تلعبوا تنس. فين زي أين تامين أفر على موعد إيرا فون إيرن، كل واحد فيكم هات شون أين جي تامين عنده مواعيد معينة. الكالندر شتين موجودة في الدكون بتاعك ده، طبعا قصده عليه، وده التكوين ده طبعا اللي قصده عليه. شبين زي يعني مثل اي ديالوج حوار، وانت في البنتن زي واستخدم او كريد بارتيكل اللي هي تقول عليها دينو 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 دوخ. الكلمه دي ممكن نستخدمها، اقول له مثلا بولين بي ام زام ستاكس وزام جيل، ايه رايك ناخد يوم السبت احنا الاثنين مع بعض هنس شبيلن؟ قال او قالت ده انا جوت ايديك فكره حلوه، او يا ده سماخن بي. دي بنستخدمها مصطلحات في الاقتراح. ايوه هنعمل ده. Wann hast du denn Zeit, عندك وقت امتى؟ أو wann passt es dir denn, هيناسبك امتى؟ قال له kannst du 10 Uhr، تقدر الساعة 10. Hast du 10 Uhr Zeit, عندك الساعة 10 وقت؟
9 لا و200 او هابيش ماينن دويتش كورس الساعه 10 عندي الكورس الالماني بس فايس للدوك انت عارف ده طبعا. قال له فيزيتس طب ايه رايك في كيف يبدو او الدنيا تبقى عامله ازاي الساعه مثلا 3 فيزيتس دين او هوبيتس او اوس دي مستعد ممكن نستخدمها. دي مستحب ممكن نستخدمها كل واحد معاه التقويم يعني هنا سبتمبر بيقول في دويتش كورس وفي هاوس اوف جاب ماخن يعمل واجب كونسيرت بزوكم يزور الحفلة الموسيقية وهنا الشخص الثاني من 23 ام زامستر روح البارك البارك كلوب نجري بيها او اين كوفن او تريفن تريفن ميت ايفا او كوفن نشوف ازاي ممكن نعمل حاجة زي دي. ممكن نعمل اقتراح هنا نقول بولين بيات وزمن ام زم ستار تنس فيلين ايه رايك مثلا احنا نروح نلعب مع بعض التنس يوم السبت هيبدا سيست اين جوت ايدي فكره حلوه. بان هاز دوت سايت عندك وقت امتى اند ام بيفير اور الساعه كام قالت باست دير ام 1000 اور بنسبه الساعه 11 ام مواجن صباحا لا ده للاسف بس باست مي انشت دي مش مناسبني الظل ام 1000 اور اين كونفل لازم اروح اتصور. Hast du einen anderen Vorschlag? Andere اقتراح تاني؟ قالت ja. Hast du um 4 Uhr Zeit? عندك الساعة 4 وقت؟ Ja, das passt mir. Da يناسبني. Wo treffen wir uns? هنتقابل فين؟ Wir treffen uns an der Haltestelle. هنقابل بعض في المحطة. Neben der Apotheke بجانب الصيدلية. قالت super. Bis bald. Bis bald. تمام وده ممكن يكون يعني كمثال ازاي تعمل اقتراح في ميعاد مع حد عاوز تخرج معاه. تمام كده يا شباب بكده نكون انهينا حلقتنا النهارده يا رب تكونوا استفدتوا ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم. النهارده اتمنى اكون افدتكم يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.